في رسالة لكل واحد حاس انه خلاص فقد امل، ما في شيء، خلاص الدنيا قفلت، احنا عايزين نغير الفكر بتاعنا، نغير اللحجة بتاعتنا في البداية، خلينا نبتدي نبارك البلد. حابة اضيف على كلام بتاع امير انه في مرات كثيرة عشان احنا ما بنكون شايفين وما وصلنا للرسمة الكاملة بتاعت ربنا لحياتنا، فبنحس انه فعلا هو ما شغال، لكن في حاجة من جواي انا شخصيا يعني دي حاجة انا بؤمن بها، وحابة انه كلنا يعني نتشجع بالحاجة دي فعلا، يعني نؤمن بالشي ده انه ربنا ما هامنا وربنا ما خلينا كده ساكت، لكن ربنا عنده لكل واحد عنده رسمة كده ده، بس ممكن احنا ما نكون وصلنا لنهاية الرسمة، ما شفنا الصورة كاملة، لكن ربنا قاعد يرسم، ربنا قاعد يعمل حاجة لحياتنا مميزة شديد، احنا ممكن ما نكون وصلنا لها لكن حنوصلها، فياريت نمشي بالامل ده وبالرجاء ده والايمان ده، وحتلقى انه حياتك اختلفت ويومك ذاته اختلف وحياتك كثيرة. امين.